وسهلا، كيفكم؟ شخباركم؟ شعلومكم؟ عساكم ان شاء الله بخير. صباحكم يوم التأسيس جايز. مرة متحمسة. تخيلوا احنا واهلي مستاجرين يعني بيت تراثي، بيت شعبي. ايش اسمه، بيت شعبي ولا بيت تراثي؟ المهم انه بيت قديم، وبنسوي مسابقة اللي احلى زي تراثي وهالاشياء. فانا وامي واختي وهيا بنشدها عشان نبغى نفوز بالجائزة. ان شاء الله نفوز جايز. مرة متحمسة. يلا نتجهز سوا اليوم التأسيس السعودي. مرة متحمسة. طبعا أنا توني قايمة فلا حد يعلق علي شكلي. يلا نتجهز سوا. لو فرح كانت مولودة في 1700 من مريدكم لبسي إلا أول ما ألبسه عشان يصير سبرايز. تخيلوا انه ما حد قومني من اهلي. ما ادري الى متى يتركوني انام جايز. تخيلوا اني قمت من صوت الاستشوار. هم يستشيرون شعرهم، فلو انهم تاركيني. هم دايم كذا يعني يتركوني انام. لما مره لبسوا عباياتهم يتذكرون الفرح بغرفتها ويقعدون يهوشون فرح. يلا 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 يلا. بس زين ان الاستشوار قومني. اوكي بسم الله. كسرني انا الصراحة. حاليا ما ادري شو اسوي. الكونسيلر حقي جايز. تدروني اتوقع انهم جاهزين قاعدين يفطرون تحت. وبنكحل عيوننا. أحس حلو صح؟ حلو حلو حلو. في المراية حلو بس في الكاميرا شين. أنا بصدق المراية. 5 minutes later. أوكي سويت عيوني. كيف؟ أحس مرة طلعوا حلوين، مرة طلعوا حلوين. إن شاء الله ما يروحون يمسحون، فهمت مع الوقت. الله. جايز أبي أستخدم هذا البلاش، هو أورنج جاي. مع ان الاولين ما في جلوس صح؟ ما ادري عن شيء، كذا جلوس خفيف كانه مرطب يعني ما بان. يلا الحين بنتحول جايز. هون مره متوتره انهم حاليا تحت تقعون ولابسين عباياتهم. جايز ما حد يكلمني، شايفين كيف؟ مره متروكه. لو اني ما قوم الاستشوار كان للحين نايمه. ذكروني. نعم. A little longer than a few minutes later. Thank you.
يا فاخر من نوعه. وش عندك هالنودة؟ وش تبيعون؟ وش بعد تبيعون فيها؟ بيع كل شيء، كل شيء. واو، كم هذا؟ يا خبي مو بريال، ريال ريال. كم هذا؟ ريال. مرة غالي. غالي. إلا والله مرة غالي. واحد. وفي النهاية المزيد من البلع.